وللحديث بشأن التطورات الميدانية في سوريا ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار. سيد حفار، مرحبا بكم. الدفاع المدني يتحدث عن استخدام النظام صواريخ جديدة تصل إلى ملاجئ المدنيين، وهناك أسلحة جديدة استخدمها النظام لقصف المعارضة، وأيضا يعني ضمن هذا القصف تضرر سوق شعبية في دمشق. لكن السؤال المطروح هنا سيد باسل، كيف تفسر وجود بشار الأسد في الغوطة الشرقية؟ ما الرسالة التي يريد إرسالها ولمن؟ أهلا ومرحبا بكم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها النظام صواريخ واسعة التدمير ضد مناطق مدنية أو أهل بشكل كثيف في السكان. استخدم هذا الأمر سابقا في دير الزور، ثم في درعا، واستخدم أيضا في حمص في مناطق معينة، وحلب، وإلى حد ما في بعض مناطق إدلب، والآن هو يستخدمه في دمشق، وسبقا استخدمه في دمشق في مناطق معينة، حتى أنه استخدم سابقا صواريخ أرض أرض واسعة التدمير كانت تحدث حفرا واسعة. بالنسبة لزيارة بشار الأسد إلى الغوطة، هو يحاول أن يوصل رسالة معينة بأنه موجود، وبأنه بأن نظامه ما زال قائما أو متماسكا، وبأن لديه القدرة على التواجد في مناطق صراع أو مناطق احتكاك مثل مناطق الغوطة وغيرها. هو يحاول جمع شتات الحاضنة الشعبية أو ما بقي منها حوله من جديد، ويحاول أن يظهر بمظهر المتماسك أو مظهر المستمر في ظل الحديث المستمر عن الصراع الروسي الإيراني على بقاء بشار الأسد في السلطة من عدمه، وجدوى الدعم الروسي أو استمراره بخصوص بقاء بشار الأسد أو البحث عن بديل. لو تحدثنا عن الوضع الميداني، يعني المعارضة السورية المسلحة شنت اليوم هجمات مضادة في الغوطة الشرقية، وتمكنت حسب الأخبار الواردة من هناك من استعادة السيطرة على مناطق في الجزء الشرقي من الغوطة. هل لهذه الهجمات أهمية في هذا التوقيت سيد باسل؟ هي دائما لها أهمية، يعني تعرف الحرب الحالية القائمة في الغوطة هي حرب كر وفر. النظام يحاول يتقدم من عدة محاور، والثوار يحاولون صده أيضا من عدة محاور. أيضا هناك يعني لعبة ذكاء باتجاه محاولة إعادة رسم خارطة تواجد المعارضة في مناطق مختلفة من الغوطة، بحيث يتم وصل المناطق المعارضة ببعضها البعض باستمرار للحفاظ على حالة من الصمود الجماعي بشكل يمنع النظام من الاستفراد بهذه المناطق وهذه القرى بشكل منفصل واحد عن الأخرى، خصوصا وأن النظام كانت استراتيجيته في هذه الحرب خلال الفترة الماضية تعتمد على قسم الغوطة إلى قسمين أو ثلاثة، ثم الانفراد بكل قسم على حدة ليسهل عليه اقتحامها أو مواجهة الثوار فيها. سيد باسل، هناك إدانة من رئيس مجلس الأمن باستخدام الكيميائي في سوريا، وهناك أيضا دعوة صريحة من المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين لإنشاء محاكم لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في سوريا. هل يمكن التعويل بعد 7 سنوات من الثورة السورية على قرارات أممية، محاكم أممية سيد باسل؟ هي القرارات الأممية يعني تشبه السيف الذي يعني يتحكم به صاحبه للأسف. هي لا تنفذ أو تنفذ فقط عندما يريد المجتمع الدولي أن يستخدم هذه القرارات لأغراض معينة يريدها المجتمع الدولي هو، وليس لصالح المدنيين أو لصالح الضحايا. يعني شاهدنا سابقا في نماذج عالمية دولية مثل محكمة الحريري وقبلها البوسنة وغيرها كيف استخدم المجتمع الدولي هذه القرارات لمصالح سياسية، وشاهدنا أيضا في سوريا نفسها الكثير من القرارات ولجان التحقيق وبخصوص الكيمياوي أو بخصوص أسلحة الدمار المدمرة أو بخصوص الصواريخ أو بخصوص البراميل وغيرها، وكل هذه اللجان تم أما تسييسها أو تحييدها أو تحويلها إلى ملفات إنسانية. ليست الأمم المتحدة غير ملزمة باتخاذ إجراءات عملية أو ميدانية لذلك نعم التعويل على هذه القرارات غير يعني مجدي أو لا يبدو مجديا، وانتظار يعني أن يتحرك المجتمع الدولي وفقا لهذه القرارات لا يبدو أمرا مأمولا في هذه المرحلة. من اسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار، شكرا جزيلا لكم.